نعود مرة أخرى لنستكمل هذا الحوار مع دكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة. وميثاق الشرف الإعلامي، يعني كل الانتهاكات التي تحدثت عنها حضرتك، يعني كل ممارسات بشكل واقعي بعيدا حتى عن الشكل النظري اللي احنا درسناه في كلية الإعلام، ميثاق الشرف الإعلامي كيف يمكن أن يعني يوظف في هذه المرحلة، خاصة وأنه دايما يعني هو مش آخر ميثاق شرف إعلامي، حتى أشار إليه سيادة سفير هاني صلاح في الاجتماع اللي تم منذ يومين. إيه الخطوات اللي حضراتكم كإعلاميين وكأساتذة إعلام وممارسين أيضا لمهنة الإعلام في تفعيل وخروجه للنور؟ أنا شايف أنه ميثاق الشرف قد يكون أحد الآليات المهمة التي يمكن تفعيلها لتغيير منظومة الأداء الإعلامي، ولكن لا يتصور أحد أن لما هنحط ميثاق شرف كده الأداء هيبقى تمام. لا، احنا محتاجين حالة من التوافق حول هذا الميثاق. لو المتخصصين حطوا ميثاق في 100 نقطة، لو اتفق الإعلاميين، لو اتفق الجميع من الممارسين، من أصحاب القنوات الخاصة، من أصحاب القنوات، من مسؤولي القنوات الرسمية، من العاملين في الفضائيات، العاملين في القناة في الإعلام الرسمي، على 75 نقطة من هذه النقاط، وأصبح هناك إدراكا طوعيا لكل هذه المواد، وأرجئت 20 نقطة أخرى لمرحلة قادمة، يبقى احنا وصلنا لإنجاز. لكن أنا مش عايز أقول كلام كارنفالي إن احنا اتفقنا على ميثاق شرف دون إدراك، دون تدريب، دون إيمان بأن يطبق ويؤمن كل الإعلاميين وكل القنوات ببنود هذا الميثاق، وتوضع في الأكواد المهنية لكل القنوات. يعني مثلا بعد هذا البرنامج حضرتك وفريق الإعداد وفريق التقديم مع إدارة القناة تقعدوا مع بعض، طيب نقيم أدائنا ذاتيا، هل الضيوف كان فيهم شطط؟ هل الأسئلة اللي أتيحت اللي طرحت كانت بها شكل من أشكال الإيحائية؟ هل التناول الخاص بالمراسلين افتقد من المهنية؟ هل التعليقات اللي حطاها فريق الإعداد كانت فيها درجة من المبالغة أو الافتقاد إلى الدقة؟ هنا نستطيع أن نقنن الأداء ذاتيا. ليه؟ المضمون اللي انت بتقدميه في الإعلام واللي بيقدم في كل القنوات هو مضمون يؤثر في اتجاهات الرأي العام. طب لما بيأثر في اتجاهات الرأي العام لازم يكون دقيق، يستند إلى أدلة وشواهد، أيضا لا يتسم بالمبالغة، وأيضا يجب أن يراعي عرض جانبي الموضوع المؤيد والمعارض. ربما يكون هذا مطلوب في الإعلام الحكومي، يعني هل الإعلام الخاص مطلوب منه أن يقوم بهذه الخطوة؟ طبعا تقييم ذاتي، تقييم ذاتي لممارساته. هو ممكن الإعلام الذاتي له مصالح، الإعلام الذاتي يمكن أن تكون له بعض الرؤى والأجندات، لكن طالما أنه يقدم في إطار من عمومية التقديم والانتشار والتأثير في اتجاهات الرأي العام، لازم يجب أن يتسم بالمهنية، ويجب أن يتسم بعرض جميع وجهات النظر والتعبير عن رؤى تخدم مصالح هذا الوطن. لأنه القصة مش إن أنا عملت قناة خاصة تبقى ملكي الخاص وأنا من حقي أقول اللي أنا عايزه، لا، من حقك تقول في إطار الالتزام بالمصالح العامة، في إطار انك لا ترتبط باجندات قد تضر بمصالح الوطن، في اطار انك انت لا تستخدمها اداة لتصفية الحسابات، لا تستخدمها اداة لتوجيه الاتهامات، لا تستخدمها كاداة في هذه في مثلا في الانتخابات القادمة كأداة. هو انا حددت ليه 20 مليون؟ طيب ما ممكن لو في قنوات هتؤيد مرشح معين ما هوش محتاج 20 مليون، لو في قنوات هتعارض مرشح بعينه، يبقى انا في هذه الحالة لو صرفوا 50 مليون ولا 100 مليون يكفوا. اذا تنظيم الاداء الاعلامي ايضا لابد من وجود نقابة للاعلاميين، القصة ليست في مجرد ميثاق شرف، ولابد ايضا من وضع
وضع الهياكل التنظيمية التي تنظم كل الأفكار وكل الأهداف التي تحدد وظائف المجلس الأعلى للإعلام السمعي والمرئي، وأيضا اللجان النوعية المنبثقة من هذا المجلس للرصد، لتقييم الأداء، لتدريب الإعلاميين، لتحديد الأخلاقيات وقواعد الممارسة المهنية في كثير من الممارسات. طيب دكتور، هذه نقطة مهمة نحن بحاجة لأن نعود إليها، ولكن نستعرض مع حضراتكم الآن أسماء الشهداء الستة في حادث نقطة الشرطة العسكرية في مستورد، وهم أحمد رمضان الأمين مركز أشمون المنوفية، علي عمر عبد القادر بني سويف مركز سمسرة، عبد الرحمن محمود محافظة سوهاج، بسام السيد محافظة سوهاج مركز جرجة، محمد السيد محافظة سوهاج مركز جرجة، وأحمد عبد الحميد محافظة سوهاج مركز البلينة قرية الحويطات. دي كانت أسماء الشهداء الستة الذين استشهدوا صباح هذا اليوم، ونعود لنستكمل هذا الحوار مع دكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام كلية الإعلام جامعة القاهرة. فيما يخص يعني المجلس من المفترض أن يكون أو جهاز البث المسموع والمرئي بعد إلغاء وزارة الإعلام، هل حضرتك تتصور أن هناك حاجة ماسة في مصر الآن لإنشاء هذا الجهاز؟ هل مصر لديها ثقافة التعامل مع المواطن، التلقي الشكوى؟ لأنه إحنا عندنا في بريطانيا ما يسمى بالأوفكوم، الأوفكوم هو جهاز يتلقى شكاوى المستمعين سواء من خلال يعني هم متضايقون مثلا من لفظ صدر، انتهاك معين، اعلان، يعني الكثير من الممارسات التي ربما لا تتناسب مع الجمهور. هل المجتمع المصري، المسؤول المصري لديه ثقافة التعامل مع هذه الشكاوى؟ اولا على الجميع ان يعلم اننا امام تحدي كبير للعلاقة بين الاعلام والنظام السياسي في المرحلة القادمة لسبب بسيط. الدستور به ثلاث أو أربع مواد تحدد أن الإعلام حر ومستقل. يجب أن نتفق جميعا على ضرورة أن يلتزم النظام السياسي بالتأكيد على حرية الإعلام واستقلاله، وفي نفس الوقت يتسم ويلتزم الإعلام بقواعد الممارسة المهنية، وأن تكون هناك نقابة للإعلاميين وممارسات إعلامية متوازنة ترتبط بالصالح العام ولا تضر بحقوق المشاهد وحقوق المستهلك. أيضا عندنا مشكلات أخرى تتعلق مثلا بعض القنوات متصورة أن من حقها تعلن عن أي سلعة، عن أي دواء، عن أي مضمون إعلاني. لا، الإعلان كمضمون وكمحتوى يؤثر في اقتصاديات الوطن، يؤثر في العادات الغذائية، يؤثر في العادات الدوائية، واستغلال أمراض الناس بالإعلان عن يقول لك مثلا اللاصقة السحرية اللي تحل كل المشكلات، هل هذا يليق؟ يقول لك الدواء الفلاني يحل كل الأمراض، هذا أمر يجب أن تبتعد وسائل الإعلام عن الإعلانات الدوائية والإعلانات الصحية والإعلانات التي لها تأثير غذائي والإعلانات التي تؤثر على لغة الأطفال ومكسبات الطعم والإعلانات التي تتناول مضامين تفتقد إلى الدقة وتضر بسياسة حماية المستهلك. أيضا لابد من خلق حوار مجتمعي حول الإعلام في إطار من التربية الإعلامية. مثلا بالأمس في إطار تعرضنا لبرنامج باسم يوسف، فوجئنا بأن تناول في اللحظة التي بدأ البرنامج يبث ويذاع كانت هناك آلية منظمة للتشويش هندسيا في الإرسال على هذا البرنامج. لابد أن النهاردة يتم إخبار الرأي العام، لأن هذا الأمر حق المشاهد،
بغض النظر عن ان البرنامج نتفق او نختلف حول مضمونه، البرنامج قد يعارض قضايا معينة وقد تكون به بعض المزايا وقد تكون به بعض العيوب، اذا على كل من يعارضه ان يقدم برنامج بديل ينافسه، لا ان تضر بحقوق المشاهدين وتمنع عرض باشارات هندسية. اعتقد ان تكنولوجيا الاتصال ووسائل التواصل السمعي والفيسبوك وغيرها واليوتيوب وغيرها من الادوات قادرة وكفيلة بان تعظم من دوافع المشاهدة لمثل هذه البرامج. اذا نحن في حاجة الى آلية حقيقية وجادة من النظام السياسي، من مؤسسات الدولة، من وسائل الاعلام، من القنوات الفضائية، من الرأي العام، ان نكون جميعا مدركين ونأمل ونساعد في ان يكون هناك اداء اعلامي حقيقي وجاد ومتوازن لصالح الوطن وليس لصالح شخص هنا او هناك في المتابعة والتفصيل والممارسة، وليس في الكلام الانشائي او في الشعارات او في الكلمات التي تدبك بها بعض النصوص هنا وهناك. ونجد ان ممارسة كممارسة الامس بحاجة الى تنوير الرأي العام وتفسير حقيقة ما حدث من الشركة المصرية للأقمار الصناعية بدقة، ومن قناة MBC مصر يجب ان توضح مصدر هذا التشويش والسبل الكفيلة بالفصح والكشف لمثل هذه الممارسات، لان هذا الامر من حق المشاهد ايا كان. خاصة انه لا يليق بالدولة المصرية ان يتم التشويش على القمر الصناعي الرسمي طبعاً الخاص بالدولة والخطير المصرية. والدليل ان التشويش كان متعمد لمضمون البرنامج انه بدأ مع بداية ارسال البرنامج ترك لنا مجموعة من الاعلانات نسعد بها وكأنه يبحث عن حقوق المعلن ويدقق في حقوق المشاهد، لم يكن التشويش خاص على قناة MBC فقط، ولكنه امتد وحدد البرنامج وايضا ترك باقة قنوات MBC مصر تبص برامجها العادية. انا اتعجب من مثل هذه السلوكيات، واتعجب ايضا من صمت اي مسؤول عن تنوير الرأي العام وتوضيح له ان التشويش الذي تم كان مصدره كذا ولن يتكرر، لانه تكرر في الجمعة قبل امس، الجمعة السابقة على جمعة الامس، وهو سلوكيات كان يمكن ان تحتاط لها قناة MBC بتغيير التردد، لكن تغيير التردد ليس هو الآلية المناسبة لكشف مثل هذه السلوكيات، بل يجب ان يكون حق المشاهد، حق المستمع، حق المعلن، حق الرأي العام هو الكفيل بفتح وكشف هذه الممارسات حتى يمكن ان يعلم الجميع ان الاداء الاعلامي في هذه المرحلة هو لصالح الوطن وليس لصالح قضية يعني فريق هنا او فريق هناك، فريق يملك التشويش وفريق اخر يبحث عن ادوات يغير ويعالج مشكلات التشويش. نمط الملكية في حاجة الى تحديد، ان يكون الاعلام يتسم بالشفافية والكشف عن انماط الملكية الحقيقية من دولة هنا او من اشخاص من اتجاه معين، حتى يمكن ان يكون الاعلام يمارس دوره ورسالته بدرجة تتسم بالدقة والشفافية والموضوعية. طب نقطة أخيرة خاصة أو مرتبطة بالعنف، يعني العنف الدائر الآن من قبل طلبة الجامعة، يعني لا نتحدث فقط عن طلبة الإخوان ولكن نتحدث عن طلبة الجامعة والممارسات التي يمارسونها بدعوى الإفراج عن زملائهم المعتقلين. حضرتك أستاذ جامعي ضد أو مع عودة الحرس الجامعي مرة أخرى ودور الجامعة في فتح حوار لمحاولة التواصل مع هؤلاء الشباب، أم القانون فقط هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء هذا العنف الدائر في الجامعة؟ أنا مع ضرورة أن يكون هناك أدوار متكاملة لأساتذة الجامعة في حل المشكلة، لقيادات الجامعة في حل هذه المشكلة، مع ضرورة أيضا أن يكون الهدف الأساسي والرئيسي للجميع
هو استمرار الدراسة، لأن الطالب الذي بمناسبة بداية الدراسة في جامعة الأزهر النهاردة، الطالب الذي سيتخرج من جامعة الأزهر درس إيه في ظل هذا المناخ؟ أنا بخرج طبيب أو مهندس أو صيدلي أو إعلامي أو مدرس وهو ما درس حاجة، سنة دراسية بأكملها لم يكن هناك انتظام حقيقي وجاد لسبل الدراسة الحقيقية التي تلزم الطلاب بأن يكون هناك شكل من أشكال التفرغ للعملية التعليمية، وأيضا إتاحة الفرصة للتعبير عن الرأي، الآراء المساندة والآراء المخالفة دون استخدام العنف ضد زملائهم الطلاب، ضد الأساتذة، ضد منشئات الجامعة، ضد قيادات الجامعة. ما قيمة أن الطالب يعبث بأوراق الجامعة وأوراق الإدارة ومكاتب العمداء ورؤساء الأقسام؟ هذا أمر لا يليق. ما معنى أن يعتدي بعض الطلاب على الأساتذة أو على زملائه؟ ما معنى أن يهدد الطلاب أو بعض الطلاب مرفق الجامعة بكل مكاتبه ومكاتب الدراسة ومدرجات الدراسة؟ هذا سلوك لا يليق. وفي نفس الوقت إذا كان للأمن أدوار، يجب أن يتم تحديد هذه الأدوار في إطار حفظ الأمن وعدم استخدام السلاح ووضع. إذن حضرتك مع عودة الحرس الجامعي ولكن في إطار منظومة أو إجراءات بتوضح دورها بشكل واضح داخل الجامعة؟ وجود الحرس الجامعي للتأمين، تأمين المنشآت وتأمين الطلاب وحفظ العمليات التعليمية وسيرها سيرا يعني منتظما دون التدخل في قرار إدارة الجامعة، فالقيادات الجامعية بالمجالس المنتخبة للطلاب هي الكفيلة بإدارة مرفق الجامعة. طيب لو حضرتك تسمح لنا، ينضم إلينا الإعلامي الأستاذ جمال الشاعر. يعني أستاذ جمال الشاعر كان يطلب مداخلة. صباح الخير يا فندم، اتفضل. أهلا وسهلا يا رغدة، صباح الخير. اتفضل يا فندم. أحييكي وأحيي الدكتور صفوة العالم على ما تفضل به من دفاع محترم عن حرية الرأي وإثارة هذا الموضوع في هذا التوقيت الذي نسعى فيه إلى إعادة ترسيم الخريطة الإعلامية وإلى تفعيل مواد دستور 211 و212 و213، وهي فرصة للتعجيل بتحويل هذه المواد إلى قوانين قبل أن يأتي البرلمان القادم ويأتي فيه بعض الأعضاء الذين يضعوا أيديهم في هذا القانون، ويكون ذلك ربما بعيدا عن الإعلاميين. أنا أحييه وأطالبه وأطالب أساتذة الإعلام في جامعات مصر والإعلاميين المصريين جميعا بالالتفاف حول مجموعة عمل محترمة تفكر بشكل علمي ومنهجي لوضع قوانين للمجلس الأعلى للإعلام. كيف نختار أعضاء المجلس الأعلى للإعلام؟ من الذي يختارهم ومن الذي يحاسبهم أيضا؟ ثم الهيئة الإعلامية المتعلقة بالإذاعة والتلفزيون، ثم الهيئة المتعلقة بالصحافة، ثم نقابة للإعلاميين تدافع عن حقوق أي إعلامي يتعرض لهذا القمع إذا جاز التعبير، سواء على الهواء أو في المصادرة لرأيه في برنامجه أيا كان. طيب حضرتك كإعلامي كيف ترى المشهد الإعلامي؟ يعني أين حضرتك الآن من المشهد الإعلامي؟ رغد عاوز أسمعك تاني، معلش الصوت بعيد. أكرر السؤال على حضرتك مرة تانية، حضرتك كيف ترى المشهد الإعلامي وحضرتك أين منه؟ الحقيقة المشهد الإعلامي طبعا ملتبس جدا، ولكن أنا متصور أنه هو الغلاف الجوي الذي يمكن أن يساهم في استقرار سياسي مرجو. احنا في حالة اضطراب شديد والإعلام يعيد إنتاج المشهد، يعني لا يقدم جديدا. في ناس طبعا يقول لك الإعلام مش وظيفته أنه هو يقود حركة تنوير أو تنمية أو يساهم، الحكومة هي المفروض تعمل. لا بالعكس، مش حاجة اسمها كده. احنا كلنا مطالبين، يعني مواطنين وإعلاميين وحكومة مطالبين بتغيير المشهد. انا متصور ان الاعلام هناك فجوة كبيرة بينه وبين الشارع، وان ادعى احيانا انه قريب من البسطاء والفقراء
ومغازلة الجماهير، لكن في الحقيقة هو لا يعلم الخريطة المصرية، يعني من أول سينا لغاية مرسى مطروح لغاية حلايب وشلاتين لغاية كل محافظات الصعيد للدلتا لأي مكان لبحري الإسكندرية البورسعيد وهكذا. نحن لا نعلم الخريطة جيدا، نحن نحتاج إلى إعلام فاعل ومتفاعل، إعلام ميداني إذا جاز التعبير، إعلام ميداني. أما إعلام الاستوديوهات أنا أعلم طبعا بصوت الناس، بتعملوا تقارير محترمة وبتنزلوا للناس وبتسمعوا آرائهم، لكن المنظومة الإعلامية كلها محتاجة صحوة، محتاجة نوبة صحيان. وبعدين صحابة الرسول عليه السلام كانوا يقولون أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نحتفي أحيانا، أن نمشي حفاة، يعني نمشي مثل الناس، نشارك الناس أحزانهم وآمالهم وطموحاتهم ومعاناتهم من أجل بناء هذه الأمة. أما الإعلام الذي يتفرج من بعيد أو يمارس دور الناقد أو الواعظ أو أحيانا يتحول الإعلام إلى خبير استراتيجي ويتحدث طوال الوقت، لا استمع، احنا عندنا 90 مليون مواطن، نستمع إلى الناس، في ملايين عندهم آراء وعندهم أفكار. وأنا قلت ده هي في كتابي الأخير الرئيس لمدة دقيقة، إن لو كل مواطن اعتبر نفسه مسؤول عن البلد لمدة دقيقة واحدة هيبقى عندنا 90 دقيقة من الأفكار والمبادرات المحترمة اللي تساهم في بناء البلد مرة أخرى. ويمكن فكرة المواطن وفكرة انه المواطن يكون هو مشارك وصانع للأحداث اللي احنا بنسمعه، وهو ده فكر صوت الناس اللي نحاول دايما ان احنا نتواصل مع الناس، خاصة انه في الفترة القادمة المواطن سيكون هو محور البرنامج الانتخابي لأي مرشح، وبالتالي ايصال صوت الناس. رأيكم ايه في اللي بيحصل؟ عايزين ايه من الرئيس القادم؟ انا اشكركم واسجل يعني احترامي الشديد لهذا الجهد الذي يتوجه الى الناس، واطالب بالمزيد من التفاعل مع الجماهير، وان الكاميرات تكون في الشارع. والنهارده التكنولوجيا زي ما الدكتور صفوت العالم قال، يعني الاحتكار في الاعلام انتهى، زمن الاحتكار. عندنا الاعلام الالكتروني والاعلام النيو ميديا، انت على الانترنت تقدر تشوف كل حاجه وتتابع كل حاجه. عندنا المواطن الصحفي، المواطن الصحفي يقدر يسجل ويذيع ويمنتج ويعمل كل حاجة. فأنا متصور أنه في طفرة لابد أن تحدث في الإعلام على مستوى الأداء إلى أن يتم وضع هذه القوانين. وأحييك وأنا مستمتع بحديث الدكتور صفوت، وبتمنى له التوفيق وأتمنى لك التوفيق والمحور جميعا. شكرا جزيلا. شكرا لمداخلة حضرتك الكريم الإعلامي الأستاذ جمال الشاعر. دكتور ربما يعني تعليق أو تعقيب أخير من حضرتك، سواء على المداخلة أو على يعني أي تعليق أخير من حضرتك لننهي الحوار. أشكر جمال الشاعر المذيع والإعلامي صاحب الرسالة، وأقدر دوره الجاد والمستنير، وأشكره على هذه المداخلة، وأؤكد على أن كل مراحل التحول يجب أن تسبقها حراك إعلامي حقيقي وجاد بين الأشخاص اللي تصادف أنهم مسؤولين النهاردة عن الإعلام، مع جميع أفراد الأسرة الإعلامية، مع قيادات الإعلام، مع كبار الممارسين في الإعلام، مع عدد من الأكاديميين، مع عدد من القانونيين، وأن يجتمع الجميع لوضع الأسس التي تنظم الأداء الإعلامي، ووضع الهياكل التنظيمية التي تضع الأساس الحقيقي للمرحلة القادمة، وأيضا وضع الأسس التي يتم على أساسها تشكيل المجلس الأعلى للإعلام، وضوابط التكوين الخاص بالنقابة للإعلاميين، حتى يمكن أن يتم إدارة الإعلام بعد حالة من الرضا والفهم والمشاركة طوعيا من جميع أفراد الأسرة الإعلامية، حتى لا نأتي بعد شهور قليلة ونفاجأ بأن مسؤول ما هنا أو هناك اتخذ قرار وقدم لنا رؤية قد لا تكون مدروسة من الإعلاميين لإدارة الإعلام، وبالتالي نفقد المغزى والهدف الذي كتب بمقتضاه المواد الخاصة بتنظيم الإعلام سمعيا ومرئيا وصحفيا، وحتى يمكن أن تأتي الممارسة وفقا لصالح المجتمع وبعيدا عن أهواء أو غرض مسؤول هنا أو طبيعة واحتياجات النظام السياسي. فالإعلام يرتبط بالوطن وبالمواطن وأيضا بإدارة الدولة
إدارة جادة ومستنيرة في مرحلة تليق بمرحلة التحول السياسي لمصر فيما بعد ثورتين مهمتين 25 يناير و30 يونيو. شكرا لحضرتك دكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام بكلية إعلام جامعة القاهرة، كنت ضيفا كريما على استوديو صوت الناس. شكرا لتشريف حضرتك الكريم لينا. مشاهدينا بنذكر حضراتكم بسؤال الحلقة لنتلقى عليه مشاركاتكم، هل أنت لا عذرا اعتذر لحضراتكم، دور المواطن في مواجهة الإرهاب، نعمل ايه علشان نواجه الشرطة والجيش لمساعدة قوات الشرطة والجيش في مواجهة هذا الإرهاب؟ الحكومة لوحدها دورها مش كفاية، كلنا ضد الإرهاب، كلنا علينا دور، وده اللي أكده أغلب المداخلات التليفونية اللي احنا تلقناها من الخبراء الأمنيين وأيضا المعلقين على الحادث الإرهابي. ما هو دور المواطن وجهة نظرك، أنت تقدر تقدم إيه علشان تساعد الدولة في مواجهة هذا الإرهاب؟ مستنيين مشاركاتكم في صوت الناس سواء بمشاركات هاتفية أو عن طريق رسائل الـ SMS. فاصل قصير نعود بعده لمتابعة صوت الناس، خليكم معنا.